حلقات حميمة وتحدثنا فيها كأنه لا كاميرات ولا آذان تترقب. هل أستاذ محمد الأمين بعد ما يعني وصل إلى القمة وبعد التجربة الموسيقي العالي وبعد ما قرأ شعر أكثر، هل في أغنيات اتمنيت لو إنك ما غنيتها أو بتخجل من ترديدها حاليا؟ والله كده هو قبل ده أنا أعتذر للمشاهد الكريم إنه شاعر بإنه صوتي ما مرتاح في نزلة، وشاعر بإنه العود أوتاره جديدة برضو مرات بيفلت، فوجب الاعتذار للمشاهد والمستمع. لكن والله صوتك جميل وعودك ما قصر. هو مؤكد يعني الواحد كل ما مشى به الزمن قرأ شعر أكثر، يتعرف على شعر أكثر وكذا، لكن يعني ما أظن تكون في أغنية الواحد تمنى إنه لو ما غناها. يعني أنا لما نشعر بإنه في يعني في بعض الأغنيات، يعني زي مثلا ما أجملك، هي أغنية من الأغنيات الأولى يعني في بداية حياتي الفنية ونحن في مدني بدوي بانجا، وكتبها المرحوم الشاعر بدوي بانجا، وحيي أسرته الكريمة وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وكل عام وأنتم بخير. واتكتبت لها قصة، يعني كان في فترة من الفترات النيل في مدني عمل جزيرة في نص النيل كده بتاعت رمال، وكنا بنمشي يعني بالمراكب نمشي نقعد نسهر هناك ونشيل آلاتنا ونحاول نلحن، وحاجة كانت جميلة جدا. فأخونا بدوي بانجا رحمه الله قام كتب قصيدة ما أجملك، وذكر فيها مش عارف أجلس معاي قرب النهر، ظل النخيل في الماء ظهر، نسمع عصافير الشجر تتغنى بلحن الوتر. يا حبيب تعال سريع شوف منظر النيل كيف بديع، دايرك سريع شوف منظر النيل كيف بديع، أنا ديما لأمرك مطيع، حلمك علي يا وديع. وفعلا يعني كانت جميلة، ومدني كلها كانت حابة الأغنية دي لأنه الناس كلهم كانوا بيمشوا يعني للحتة ديك وبيسهروا ويقضوا وقت جميل. لكن أنا من البداية كنت حاسس بأنه يعني الكلام هو الكلام بيعبر عن المناسبة فقط والمناسبة، لكن يعني مع حبي الشديد واحترامي الشديد لأخونا بدوي بانجا الله يرحمه، وغنوا له ناس كتار، غنوا له ثنائي الجزيرة يا سوسنة وكلك سنة وعليك سنة يا فاتنة، وأغنى كثير. يعني أحيي برضو أخونا محمد عوض وأحمد شبك من الفنانين القدامى في ود مدني وثنائي الجزيرة، غنوا غنى جميل جدا، وأنا بفتكر أنه برضو ديل من الفنانين ما محظوظين، لأنه رغم أنه الثنائيات كانت كثيرة، لكن أنا بفتكر أنه الغنى اللي قدموه هم يعني كغنى بتاع ثنائيات كان من أجمل الأغنيات اللي تغنت. لكن زي ما قلنا مرات الحظ عنده أثر، عنده أثر. رأيك طيب متلومني مرة بصراحة، رأيك فيها عشان الآن بعد ما تفتحت على عوالم شعرية مغايرة؟ والله قبل كده برضو يمكن دي برضو من الحياة الماء، يعني أنا عندي برضو يعني المقطع جميل، ما تلومني مرة يا جاير علي، أرحم قلبي مرة وما تبكي عيني، في نظراتك معاني، البسمات أغاني، في بعدك هواني، تشفو حبيب تنساني، يا جاير علي أرحم قلبي مرة وما تبكي عيني. هي كلام جميل، ده كلام المرحوم الشاعر أبو بكر عبد الله حامد، التحايا لأسرته ولأبنائه وكل أفراد أسرته، وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وكل عام وأنتم بخير. وأخونا يعني أبو بكر عبد الله حامد رحمه الله كان من الأصدقاء، وكان عندنا في ود مدني، كان زي في الوقت ده كان حكيم دار بوليس مديرية النيل الأزرق في ذلك الوقت، وكان صديق للفنانين ودعم الفنانين. أتمنى أنه برضو يجي الوقت اللي
اللي الواحد يرجع لي. انا بالمناسبه دي يعني بفكر في انه في اغنيات كثيره اتغنت لاسباب او لغيره، او بعد ذاك الواحد راى في انه كلمات يمكن يكون فيها شويه حاجات ما 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 ظريفه، لكن بتتلحق المساله دي. وفي بعض الاغنيات إن شاء الله. بعض الاغنيات الواحد بيتمنى انه او بي 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 بيامل انه يرجع لها ان شاء الله ويغنيها يعني. طيب غير معاك الاغنيه الوحيده اللي تمنيت انك ما تغنيها او عندك فيها راي الان فقط ما اجملك؟ والله ما بقدر اقول تمنيت اني ما اغنيها، لانه انا من غنيتها فعلا لوقتها ولظروفها. لكن يعني لو جينا مثلا لنص الشعر بنلقى انه يعني يمكن الواحد من ما تغنت يعني مش حتى بعد ذاك، لكن تغنت يعني ومؤسسه احيانا بتتغنى، احيانا في الحفلات بتتغنى، يمكن قريب تغنت في التلفزيون القومي، واحيانا بتتغنى في الحفلات المسرحيه يعني. نعم انت بتكون سمعت حاجات كثيره يعني. في برضو عمل لكن ذاك مش لاي سبب، لكن في اعمال كمان بالمناسبه اتغنت وما ظهرت، ما لانه انا اصبح عندي راي في كلماتها، في ظروف يعني مثلا لجان النصوص. يعني احنا في بدايه حياتنا الفنيه ما لا كان في اجهزه غير الاذاعه، حتى التلفزيون في وقتها ما كان موجود، فاللي بترفض له اغنيه من النصوص في الاذاعه ما بتلقى طريقه عشان ما تتغنى، يعني حتغنيها وين؟ حتسمعها زي الشباك مثلا. الشباك فعلا رفضت في وقتها، حين انه ورفضوها لانه شنو عندهم راي في انه شنو المعاين من الشباك. طب الشبابيك دي فاتحه والناس لازم تيجي مرات بالعين، وبعدين الراي قال يعني ناويين نزور والديك ونطلب يا جميل ايديك، يعني من الشباك للباب طوال. يعني ما شاف بالشباك، لكن خلاص هو قرر انه يجي بالباب. هو في الاول ما جا بالشباك، لكن جا ماشي في شارع ولقى في شباك فاتح، يعني شنو يعني اتلفت كده لقى حاجة عجبته وقرر انه يجي يعني كده، ونوعد بالعمر نفديك لو. ففي الوقت ذاك هو قامت مثلا نصوص رفضت، واترفضت اغنيات كثيرة جدا، اترفضت مثلا مسيحية، اترفضت مثلا طائشة الضفائر لنزار قباني، يعني مش حتى شاعر سوداني، ودي اتكتب فيها كلام مضحك جدا من لجنة النصوص. طبعا ده نزار قباني ما كان ممكن يقدر يقوله، انه كان طبعا اصله يكتبوا لك هذه تصلح او لا تصلح، فهم ما قدروا يقولوا لا تصلح لانه ده نزار قباني، فقاموا كتبوا كلام غريب جدا، قالوا هذه الاغنيه هذه القصيده لا تصلح للغناء بالسودان. انا اللي قدام فعلا بقى عندي فيها راي، يعني مش لانها لا تصلح بالسودان، لكن بفتكر انه القصيده فيها قسوه شديده جدا على المراه، يعني رغم انه هو ذاته كان بيتكلم عن مراه معينه، يعني نوع معين من النساء يعني. لكن فيها قسوه شديده ولذلك يعني ما تغنت. طيب نواصل الحميميه وفتح القلب، يعني اسئله القلب المفتوح خلينا نسميها. في الحلقه الاولى تحدثت انك طلبت من المرحوم العاقب محمد الحسن انك تغني اغنيه الصخره. هل في اغنيه لفنان اخر زميل تمنيت انك لو غنيتها انت؟ هو مش يعني انا 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 ما بقول كده، يعني ما بقول انه ده غناء انا تمنيت انه انا اغنيه او ما يغني أعجبك. ما يغني سيده اغنيه انا، لانه في حاله زي دي بتبقى في انانيه يعني في المساله. لكن في اغنيات تعجب الزول ويحبها لدرجه يعني مثلا عند اخونا خليل اسماعيل الله يرحمه رحمه الله، وهذا فنان متفرد في صوته، متفرد في أدائه، متفرد في شخصيته الفنية، وبرضه بفتكر أنه ينطبق عليه عدم الحظ يعني، وعانى ما عانى عشان ما يغني يعني. خليل عنده أغنية يعني بعض الأغنيات ملحنة أكثر من لحن، ولأنه بيودي اللحن لجنة النصوص بترفض، بيجي لحن تاني لحن آخر بيترفض. ومرة حصلت حاجة غريبة جدا، انه لحن اغنية بس انا اتذكرها هي شنو، لحنين ثلاثة كده جميلات جدا ورفضت، فقام في الاخر لحن اللحن كعب جدا، فسبحان الله حصلت حاجة غريبة انه قبلوا اللحن الكعب. ودي مسألة في وقتها كانت مقصودة يعني، لانه
ما دار انه يغني اصلا. وحتى كانت في كلام يعني الـ 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 هو خش مع هذا الموسيقى، وكان الاساتذه الكوريين عندهم راي في انه ده صوت نادر من الاصوات النادره، وده صوت ممكن يكون صوت اوبرالي، يعني ممكن يكون صوت بتاع مغنيين اوبرا. حتى جدد في التاليف، يعني في سلم الموسيقيين الى وقت قريب كانوا مسمينه سلم خليل. والله هو مش لوقته، يعني هو احنا ما طبعا ده عدم يعني يمكن في وقتها الدراسه والثقافه، يعني الناس كلها كانت شغاله بموهبتها. هو فعلا كان سلم غريب، يعني يمكن نقول عليه سلم صول ميجر، لكن الحساسه بتاعت السلم اللي هي الفاديز ما كانت موجوده. فالناس ما كانوا قادرين يعرفوا انه هو بيسموه شنو. وبعدين هو يمكن يكون من اوائل الناس اللي غنوا به. فنحن من جينا الوسط لقيناهم مسمينه سلم خليل اسماعيل لانه ما في غير، ما في زول غنى به غير. والاغنيه هي؟ الاغنيه للشاعر المرحوم يوسف التيني. ما تقابلنا على ود كلانا كان يعلم، بل تبادلنا بعينينا حديثا كان طلسم وسرور طاف قلبينا ومعنى لا يترجم. وهو فاز بها في مسابقة، كان في برنامج في التلفزيون اسمه مساجلة غنائية بيقدموا خلف الله أحمد في ذلك الوقت. فكان بيجيبوا نص وبيدوه للفنانين مشاركين في الحلقة ويمشوا يلحنوا كلهم، كل واحد يلحن بطريقته، ويجي يقدم في البرنامج اللي جاي ويشوفوا أحسن زول لحن. نتمنى إنه نسمعها بصوتك يا أستاذ محمد الأمين. والله يا أخي ما أعرف. فكان خليل لحنه لهذه الكلمات كان أجمل، وأنا يعني أحب هذا الغناء. وأخ خليل يعني رجل صديق ومن أوائل الإخوة الفنانين اللي أنا تعرفت عليهم بعد ما جيت من ود مدني، وله مواقف يعني في ذلك الوقت. احنا كنا بنغني يعني يا دوبك انا بادي، والحافظ اللي بيحفظوا الغنى بتاعي بعدد بسيط من الموسيقيين. فاذكر في مره من المرات انا كان عندي حفله والموسيقيين اللي حافظين غناي مرتبطين معاه، واذكر جدا لحد الليله انه هو في النادي يعني قال لي يا اسمع انا بمشي بلقى موسيقي. نيلين من التحنان.